أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من لم الشمل، والبداية بأبرز العناوين. أزمة المواصلات في دمشق تتصاعد، النظام يقول إنه أعاد المحروقات للنقل العام، طوابير الانتظار تكذبه وتنذر ببركان غضب. تلفزيون سوريا يدخل بلدة أبو حمام في ريف دير الزور لمعاينة الكارثة، قسد تفجر منازل مدنيين وتفرض حصارا عسكريا على السكان. هذه أبرز الملفات التي سنناقشها، لكن نبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية في نشرة أحوال. أهلا بكم. علق جيش النظام إجازات العناصر المفرزين إلى القطاع الحربية تزامنا مع تصاعد الحديث عن العملية العسكرية التركية المحتملة في مناطق الشمال. مصدر ذكر لموقع بلدي أن كلا من الفرقة السابعة والأولى والثالثة والثامنة أوقفت إجازات عناصرها وخفضت إجازات الضباط. أحد العناصر روى أن الضابط المسؤول عنه في الفرقة السابعة أخبره بأن إجازاته قد ألغيت وعليه أن يلتحق على الفور بقطعته العسكرية، في حين لفت مجند آخر أنه اضطر إلى دفع 75,000 ليرة سورية للضابط الذي يرأسه مقابل حصوله على إجازته. أصدرت الخطوط الجوية التابعة للنظام توضيحا بشأن إلغائها جميع رحلاتها الجوية القادمة والمغادرة في مطار دمشق الدولي عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المطار. بحسب بيانها، فإن الرحلات النظامية والإضافية القادمة والمغادرة عبر المطار ألغيت اعتبارا من تاريخ 10 حزيران 2022 حتى الإعلان عن مواعيد جديدة للتشغيل، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمطار وخروج مهابط الطائرات بالإضافة إلى توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة سبب إلغاء رحلاتها. منعت قوات النظام المسيطرة على أجزاء من محافظة دير الزور بمساندة الميليشيات الإيرانية الأهالي من حفر الآبار رغم انقطاع المياه بشكل متواصل عن المنطقة. وقالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إن قوات النظام منعت الأهالي في قرى الجلاء والسيال التابعة لمدينة البوكمال حيث المربع الأمني للميليشيات الإيرانية من حفر الآبار لاستخراج مياه الشرب وسقاية المحاصيل الزراعية. وأضافت المصادر أن قوات النظام طالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية تصل إلى 250,000 ليرة سورية للسماح لهم بحفر الآبار، وهو ما يعجز عنه الأهالي. أصيب أربعة أطفال في منطقة بيت جن بريف دمشق بعد خلاف دار بين عدة عوائل من المنطقة تطور لإطلاق نار. ونقل موقع أثر بريس المقرب من النظام عن مصادر محلية قولها إن خلافا تجدد بين عائلة العثمان في مزرعة بيت جن مع 5 عوائل أخرى من البلدة أسفر عنه إطلاق نار متبادل ليصاب على إثره 4 أطفال. أضافت المصادر أن الخلاف قديم بين العوائل ويعود إلى ما يقارب 4 أشهر مضت من دون ذكر سبب الخلاف. طالب رئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري بعزل رؤساء الفروع الأمنية التابعين للنظام من مناصبهم بعدما تسببوا بالفوضى في محافظة السويداء. وحمل الهجري رؤساء الفروع الأمنية مسؤولية ما يجري في المحافظة متهما إياهم بزرع الشقاق داخل البيت الواحد. وصف الهجري رؤساء الفروع الأمنية بالمغتصبين لمناصبهم مؤكدا أنه لن يقبل بخدش الموروث الاجتماعي بين أهل السويداء.
وتشهد السويداء اشتباكات عنيفة بين المخابرات العسكرية التابعة للنظام وبين حزب اللواء السوري في قرية خازمة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى فضلا عن أضرار لحقت بمنازل المدنيين. سجلت أسواق مدينة دمشق ارتفاعاً كبيراً بأسعار معظم أصناف الفواكه الصيفية، حيث وصلت بعض الأصناف إلى أكثر من 11 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أكدت صحف محلية وجود فروق شاسعة بالأسعار بين المدينة والريف. وأرجع رئيس لجنة الرصد والمتابعة في جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أدهم شقير سبب ارتفاع أسعار الفواكه بهذه الفترة إلى قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقاً في الغوطة قبل الحرب. وأضاف أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود أيضاً إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التصدير العشوائي. أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عن تعديل جديد على أسعار شراء القمح في مناطق سيطرتها، وحددت الإنقاذ سعر شراء القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى ب 450 دولارا أمريكيا للطن الواحد، حيث جاء التعديل بعد أسبوع تماما من بيان سابق للحكومة يحدد سعر شراء القمح ب 425 دولارا للطن الواحد. وبررت الحكومة تعديل الأسعار بالنظر إلى الارتفاع العالمي المستمر لأسعار القمح ورغبة في الحفاظ على الأمن الغذائي في المناطق المحررة بحسب ما ورد في البيان.